أهلا بكم. في الحلقة الماضية بدأنا توثيق وتسجيل شهادة المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، على الشخصية المصرية. ومن بين ما وضع أيدينا عليه أننا نحن العرب لم ندخل بعد القرن 21، وإذا كنا دخلناه فنحن دخلناه بأفكار بدايات أو منتصف القرن 20. اليوم نتحدث معه في قضية أخرى تتعلق بالشخصية المصرية، وهي علاقة المواطن المصري بحاكمه منذ محمد علي وحتى الآن. المدرسة التاريخية المصرية إلى أي مدى نجحت في هذا؟ التاريخ هو علم الماضي. سقطت فكرة المدة الزمنية، ما يصدره من أحكام لا يناقش. هذا هو حكم التاريخ. تعبير التاريخ الساخن ده صحيح؟ تداخل كبير بين الصحافة والتاريخ. في جدل حوالين تجربة محمد علي. تعرف مشكلة العرب إيه؟ إنهم عايشين في التاريخ فترات كبيرة جدا عاش فيها العالم الإسلامي بعدة خلافات. خلافة نظام حكم مش عقيدة. لن يصلح الحاضر إلا بما صلح به الماضي. دايما يتقال ان السلطة هي اللي بتكتب التاريخ. التاريخ ليس هو فقط تاريخ الحكام، الجديد يولد دائما من رحم القديم. تاريخ هذه الفترة ملتبس في الذهنية المصرية. هما بيتكلموا بلغة لا تصل بسهولة الى الناس. التاريخ بيتدرس فيه لأولادنا ازاي؟ هو ما بيقدرش يقول له بدأ التاريخ الحديث في سنة كذا. كان في بينهم طلاب اخوان. في اتجاه كبير جدا للروايات التاريخيه. هل تدافع عن الدوله الدينيه او الدوله المدنيه؟ الامه العربيه تاخرت في دخول القرن 21 كسر. هل الروايه التاريخيه ممكن تبقى مصدر من المصادر؟ اتربينا على الروايه التاريخيه التقليديه. تاثير شخصيه الحاكم على الشخصيه المصريه. الحاكم لا يهبط من السماء. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم مشاهدينك الكرام. يمكن انه المصريين شويه ارتباطهم بالحاكم وبشخصيته مختلف عن شعوب اخرى. وبطبيعه الحال يعني كل حاكم بيصبغ الشعب احيانا بطريقته وبادائه وبمنهجه. وهختار مع حضرتك اربع تجارب يعني كبرى في تاريخنا الحديث والمعاصر. تجربة الرئيس عبد الناصر، تجربة محمد علي، ثم تجربة إسماعيل، ثم تجربة الرئيس عبد الناصر، والتجربة الحالية، بحيث أنه نقرأ شخص الحاكم كان عامل إزاي وتفاعله مع الناس كان عامل إزاي، وده أنتج أثار إيه إيجابيا وإيه سلبيا. لو بدأنا بمحمد علي. لو بدأنا بمحمد علي وحنخلي شيء مشترك بين التجارب دي كلها اللي حضرتك ذكرتها، وشيء مشترك في نظرة المصريين إلى الحاكم بتاعه. وحضرتك كنت بتطرح عليا السؤال، أنا كنت بحاول أسترجع التاريخ من أيام الفراعنة وحتى الآن. وحضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، قلت إن علاقة المصري بحاكمه علاقة مختلفة عن مثيلتها في أماكن مجاورة حتى كتير. بالضبط. هنا في الحقيقة وحضرتك بتطرح السؤال ده، أنا كنت بفكر في مفهوم الدولة المركزية. ده مفهوم حاكم في الذهنية المصرية، سواء للحاكم النظام الدولة أو للشعب. الحفاظ على الدولة المركزية. فكرة الدولة. وده في الحقيقة ميراث تاريخي مهم جدا في التجربة المصرية، ويمكن ميراث تاريخي قدمته مصر للعالم كله. فكرة الدولة وفكرة الدولة المركزية نتيجة وجود النيل، نهر النيل. وبالتالي زي ما حضرتك عارف، المصريين كانوا في البداية شوية قرى متناثرة، فوجدوا ان لا، ده لازم
نهر النيل ده يتم تنظيم توزيع المياه والصرف والفيضان، ثم المنتج من هذه الارض والزراعه بتاع لازم ابيع فوق في الواجهة البحري. اذا لازم دوله تنظم ده، ولازم حاكم يكون على راس هذه الدوله علشان يقدر يحكم هذه الدوله ويعمل عمليه استقرار. وهنا برضو مفهوم الاستقرار واللي حريص عليه المصري طول تاريخه وطول التجارب اللي حضرتك ذكرتها، واستمرارية الحياة. ومن هنا مفهوم الدولة المركزية حاكم بشكل كبير جدا طبيعة هذه العلاقة وفكرة الاستقرار. ويمكن ده حمى مصر في لحظات صعبة في التاريخ. بالنسبة لمحمد علي، محمد علي زي ما حضرتك عارف هو ليس مصري في الأصل يعني. وإن كان ده ممكن يخلينا نتكلم بعد كده عن يعني إيه مصري بس بعد الملف ده. لكن جه مصر، لكن دخوله إلى الحكم في مصر جاء نتيجة ثورة المصريين على الحاكم العثماني وعلى المماليك نتيجة فرض الضرائب جائرة، وزي ما قلت في الحلقة اللي فاتت اشتاخوا دي برديسي من تفليسي. وبالتالي هم عايزين حاكم يكون قوي لكن كمان يكون عادل، يقدر يحكم مصر ويقدر يعمل عملية استقرار ويوزع العدل زي ما بيقولوا. عشان كده جابوا محمد علي وقالوا له انت حاكم علينا لكن لا تفرض ضرائب جائرة الا بمشورة العلماء، علماء الازهر اللي هم قادة الشعبيين في الوقت ده. وبالتالي هو جاي في الحقيقة في اطار مفهوم الدولة المركزية، لان ما قبل محمد علي كانت صراعات ما بين الأشقاط أو الحاميات العثمانية والمماليك والبدو والإنجليز والفرنسويين والبتاع. لا، إحنا عايزين دولة مستقرة وعايزين عدل. وبالتالي من هنا المصريين جابوا محمد علي وهو استطاع أنه يعمل الدولة الحديثة. محمد علي بالمعنى ده برضو كان مستدعى. طبعا حاكم مستدعى يعني. طبعا من المصريين. لدرجة ان السلطان العثماني نفسه، لان محمد علي في البدء وفي الاخرة هو والي عثماني، ما ننساش ان هو والي عثماني. السلطان العثماني ما كانش راضي على تولية محمد علي، ازاي المصريين يجيبوه؟ لكن لانه حاسس ان الوضع في مصر مختلف، ولان حالة عدم استقرار وصلت الى الذروة، ولانه مش عايز تحصل ثوره في مصر، وافق على مضض على تزكيه او الموافقه على تزكيه الشعب المصري او المصريين لتوليه محمد علي. وحب بعد كده يمشيه لكن المصريين رفضوا. وهنا بقى شيء مهم جدا في طبيعه علاقه الحاكم بالمحكومين، لما يبقى الحاكم محمي وبحط تحتها 100 خط بشعبه، هنا بيبقى قوي جدا. يعني السلطان العثماني في اول توليه محمد علي اضطر السلطان العثماني على مضض انه يوافق على التوليه علشان الشعب المصري، هو اللي اختاره الشعب المصري ورا محمد علي. بعد سنتين حب ينقله ولايه تانية، الشعب المصري رفض بشده، فبالتالي تراجع السلطان العثماني. وده يوضح لنا نقطة مهمة جدا في طبيعة علاقة الحاكم بالمحكومين أو الحاكم بالشعب المصري أو بالمصريين، هي كلما كانت علاقة جيدة وكان الحاكم محمي من شعبه بيصبح ده قوة كبرى لي أمام الأزمات الداخلية وأمام التدخلات الخارجية. طيب هنا أنت بتتكلم على حاكم جاي مقرر أنه يشتغل ومقرر أنه يحدث صحيح مصر. ويمكن حضرتك ليك كتاب مهم حتى حصلت بيه على جائزة الدولة، وهو المستبد العادل. صحيح. الفكرة دي تجسدت في محمد علي مش كده؟ تجسدت في محمد علي وتجسدت إلى حد كبير في جمال عبد الناصر. الفكرة دي مهمة فندم في حكم شعب زي الشعب المصري بطبيعته وبخصاله وبخصائصه وبسماته، فكرة مهمة.
هي فكره المستبد العادل او مفهوم المستبد العادل اللي طرحه في الحقيقه الشيخ محمد عبده في المقاله الشهيره لن يصلح الشرق الا بمستبد عادل، وطلعه 1800 مقاله طلعها 1899، وكانت في اعقاب فشل الثوره العربيه ونفي محمد عبده الاحساس بالتفكك والضياع. فكان مفهوم المستبد العادل هو ان يبقى في حاكم يبدو قوي لدرجه الاستبداد لكنه عادل مع شعبه، بحيث انه يعمل في برنامج هو حتى طرحه محمد عبده لهذه الفكره. يعني هو ما قالش المستبد العادل على الاطلاق كده او مفتوح، قال لا دي لمده 15 سنه بحيث ان يحصل استقرار ويحصل ان الشعب يتعود على قدرته على حكم نفسه بنفسه. وحتى الشيخ محمد عبده او الامام محمد عبده طرح ان ممكن البدء بمجالس شبه نيابيه محليه وبلديه، ثم تتطور الى مجالس شبه نيابيه، ثم في نهايه ال 15 سنه يبقى في مجالس نيابيه واحزاب، لان هيكون البلد استقرت وبالتالي تصبح قادره على البقاء والاستمراريه. فهو مفهوم المستبد العادل هو مفهوم تلجا اليه الامه في مصر على وجه الخصوص في اوقات الازمات من اجل اعاده الدوله المركزيه من جديد. هنا المستبد مش بالمعنى السلبي، لا مش بالمعنى السلبي، يعني اللي هو بياخذ الشعب بالقوه لتنفيذ برنامج او تنفيذ مشروع اصلاح. بالظبط، يعني اللي هو يحفز العمل، ما يبقاش في تهاون، يبقى في عقاب للمخطئ. يعني بالزبط. هنا فكره ان يستبد بالامر، يمسك به بقوه. يعني بالظبط هو زي ما حضرتك قلت مفهوم الاستبداد هنا، زي ما قلت لحضرتك فكره المستبد العادل بتيجي في اوقات ازمات الامه والانقسامات والضياع. فهو ويمكن ده اللي حصل بعد 13، بعد 2013 لما هنيجي للمرحله دي. فالانحياز بيبقى لهذا الحاكم الزعيم الذي يستطيع ان يلملم اشلاء الامه، زي ما ايزيس لملمت اشلاء اوزيريس كده، ثم يعيد بناء او يعيد الدوله المركزيه من جديد، ثم يبني المؤسسات الحكم. يعني الامام محمد عبده ما سابهاش على الاطلاق، بالعكس هو قال المستبد العادل هو اول خطوات نحو الديمقراطيه، بحيث ان بعد 15 سنه. بس هو المشكله احنا ما بنكملش. بالظبط هي دي الازمه. يعني احنا ما بنكملش، هي دي الازمه. هي دي الازمه. طيب احنا نيجي للمفهوم ده يمكن في تجربه بعد 2013، لكن اسماعيل، لانه اسماعيل الحقيقه برضو له موقعية مهمة. صحيح. في التاريخ المصري، وفي لبس كتير يتعلق بإسماعيل. انت شايفه ازاي كواحد برضو صاحب تجربة تحديث في مصر؟ إسماعيل في الحقيقة هو إسماعيل المفترى عليه بشكل كبير. إسماعيل المفترى عليه حقيقي بجد، بس مش المفتري علينا. لا يعني مش زي أنيس منصور. لا مش مفتري. لانه عبد الناصر أنيس منصور تعرف يعني الكتاب الشهير بتاعه عبد الناصر المفترى عليه والمفتري علينا. ده كان عنوان كتاب أنيس منصور. ما دي بلغه استاذ أنيس منصور خف الدم، واللي هو يحط عنوان ملوش علاقه باللي مكتوب. ودي مدرسه اخبار اليوم يعني. صحيح. امين. صحيح. رحمه الله عليهم جميعا. لكن اسماعيل المفترى عليه. اسماعيل في الحقيقه يعني انا بس كمؤرخ يعني، وانا طفل وانا بدايات شاب، خدت صوره اسماعيل منين؟ في الاول من الفيلم الشهير الله عبد الحمول، وحسين رياض اللي كان قايم بدور الخديوي اسماعيل، والشخصيه الكاريكاتوريه الغريبه دي بتاعت اسماعيل اللي طلعت في الفيلم ده، اللي هو سايب الجيش المصري اللي كان ساعتها بيحارب في الحبشه واريتريا. كانت فيه ده اسماعيل عمل الامبراطوريه المصريه الافريقيه، وصلنا لمديريه خط الاستواء. بالظبط. واريتريا كانت تبع وبرقه. بالظبط. يعني فازاي يسيب في الفيلم ان هو سايب اجتماعات
الضباط والوزاره والقاده وهو قاعد بيهلس وقاعد بيبص قايل ل انا اسف يعني قايل للشماشرجي بتاع القصر انه يوسع خرم الباب مفتاح الباب بتاع الحمام عشان يبص على المز وهي في الحمام. يعني ما هذا العبس؟ ما هذا العبس يعني؟ ففي الحقيقه تم تقديم صوره الخديوي اسماعيل بصوره سيئه. وفي طيب ولما تعالج اسماعيل دراميا بعد كده في بوابه الحلواني يعني شايفه كان افضل ولا كان افضل؟ كتير يعني رغم مساحات برضو الستات والغراميات و... يعني الحياه الشخصيه لكل الحكام والزعماء او اغلبهم يعني فيها من ده كتير بالمناسبه يعني الحياه الخاصه للحكام قصص وحكايات. فلكن ما كنت اقصده انك تصدر صوره الخديوي اسماعيل على انه اللي سايب شعبه وسايب جيشه بيحارب وبيبص بس للستات. لا طبعا ده يعني صانع يعني هو من اعاد مشروع التحديث بتاع محمد علي مره اخرى الى الحياه. الخديوي اسماعيل القاهره الخديويه وسط البلد اللي احنا بنتعايق بيها قدام كل اصدقائنا العرب وحتى قدام الخواجات وبتاع دي القاهره الاسماعيليه. بالمناسبه الخديويه وهي الاسماعيليه اسمها الاسماعيليه يعني كان اسمها الاسماعيليه بالمناسبه. وميدان التحرير كان اسمه ميدان الاسماعيليه نسبه لاسماعيل نسبه للخديوي اسماعيل الى ان تم تغييره لميدان التحرير بعد ثوره 23 يوليو. فالمنطقة دي كان وسط البلد هي المنطقة الإسماعيلية والوسط وميدان التحرير هو ميدان الإسماعيلية لأن إسماعيل هو اللي أنشأ القاهرة الحديثة القاهرة اللي احنا بنتعايق بيها دلوقتي واللي كلنا مفتونين بيها ولما بنسافر بنرجع نقعد في وسط البلد. وإسماعيل هو اللي ساعد على أو أنشأ أول مجلس نيابي في صحيح. مصر في المنطقة كلها 1866 وإسماعيل هو اللي طلع لنا علي مبارك. احنا بنتكلم عن إذا كان محمد علي طلع لنا رفاعة الطهطاوي فإسماعيل طلع لنا ده. إسماعيل الصحافة وحضرتك أستاذ طبعاً الصحافة طبعاً. يعني هي الصحافة الحقيقية أو الصحافة الشعبية زي ما بنقول بدأت من إسماعيل من عصر إسماعيل والكتبخانة اللي هي دار الكتب الوطنية إسماعيل ودار الأوبرا مؤسسات الدولة الحديثة وإعادة بناء الجيش المصري مرة أخرى لأنه كان زي ما حضرتك عارف بعد الضربة تدهور في بعد الضربة الكبيرة بتاعت مشروع محمد علي تم تحجيم عدد الجيش المصري لأن من أوائل الأمور اللي لو عايز تضرب مصر اضرب الجيش المصري. ففي معاهدة لندن كان تم تحديد عدد الجيش المصري بحيث أنه لا يتجاوز 18,000 عشان مصر ما تبقاش قوة إقليمية. ما هو كان خلاص يعني طلع بره الحدود. فإسماعيل هو اللي استطاع تجاوز هذا الأمر وأعاد بناء الجيش المصري وتوسع به واستطاع أنه يعمل إمبراطورية إفريقية مصرية حتى في كل كتابات التاريخ وكتب التاريخ الأجنبية يقولوا الإمبراطورية الإفريقية المصرية. واستطاع في الحقيقة أنه يعيد بناء الدولة الحديثة مرة أخرى بعد الانكسار اللي كان حصل في عصر محمد في نهاية عصر محمد علي. طيب هذا حضرتك سؤال عن تقييمك الشخصي لتجربة إسماعيل فيما يتعلق بقى بإخفاقات يعني لأنه حضرتك أشرت طبعا إلى ما يمكن اعتباره إنجازات كثيرة جدا فيما يتعلق بإخفاقاته أو ملاحظاتك على تجربته وإمتى بدأ تشويه تجربة إسماعيل وزي ما حضرتك أشرت أنه أصبح إسماعيل المفترى عليه. هو إسماعيل أكبر مشكلة أنه لم يستطع أن يقرأ السياسة الخارجية الأوروبية وتحولاتها وبالتالي السياسة الأوروبية هي اللي ضربته. الأمر الآخر أنه هو توسع جدا في مسألة الديون على أمل أن مبيعات القطن المصري في تلك الفترة كانت الأسعار في السماء نتيجة الحرب الأهلية الأمريكية وبالتالي ما فيش في السوق غير القطن المصري الطويل التيلة وأن ده هيقدر يعوض هذه القروض من خلال
الأسعار المرتفعة للقطن المصري، لكن في لحظة إنجلترا جابت قطن من مستعمرات أخرى، ثم فجأة انتهت الحرب الأهلية، وبالتالي سوق القطن وقع، وبالتالي كان في عجز كبير جدا عن سداد القروض، وده في الحقيقة كانت مشكلة كبرى في عند إسماعيل، أنه لم يستطع أن يقرأ تحولات السياسة الدولية وأنها عين السياسة الدولية على مصر، والأمر الآخر الاقتصاد، الاقتصاد العالمي كمان. في الحقيقة يعني التاريخ ما هوش أبيض قوي كده وما هوش أسود قوي كده، يعني المساحات الرمادية في التاريخ كتيرة، وأي حاكم له إيجابيات وله سلبيات، لكن تم تقديم إسماعيل بشكل بهذا الشكل في الحقيقة، رغم أن إسماعيل له يعني إنجازات كبيرة جدا، يعني أنا ما بمشي في وسط البلد بدعيله في الحقيقة. حتى دعيله هو كانت في محاولة لتقديم حياته في فيلم، يعني يمكن حضرتك بنيت جزء كبير من رواية سلام على إبراهيم على هذه الواقعة التاريخية. يعني وللأسف ما تعملش، يعني يعني لحد دلوقتي ما تعملش فيلم عن محمد علي مثلا، ما تعملش مسلسل عن محمد علي، ما تعملش فيلم او مسلسل عن اسماعيل مثلا، ما تعملش بوجهة النظر او المستندة الى الواقع، مش الى التصورات. يعني يمكن في العملين سواء ألمز وعبد الحمولي او بابة الحلواني، انه تقدم دراميا من باب التصورات عنه مش من باب الوقائع، من باب التصورات. وكمان هو سواء ألمز وعبد الحمولي او بابة الحلواني هما مش اعمال درامية عن اسماعيل، صحيح، لكن هو جزء منها، يعني هو شخصية احدى الشخصيات او المحاور بتاعه، لكن ما تقدمش عمل هو البطل، يعني هو البطل وعمل يتناول الايجابيات والسلبيات حتى. واحنا عندنا ازمة برضو في اتعمل مسلسل عربي برضو اللي هو يعني مش مصري، سرايا عبدين برضو كان فيه اتعمل ما عجبنيش في الحقيقة. ما يعني اهتم بالديكورات ده تقريبا ما كانش مستند لا للتصورات ولا الوقائع. يعني هو يعني كان في خيال كتير، خيال كتير، واقرب لمسلسل تركي عن حريم السلطان او حاجة زي كده، يعني حبوا يعملوا حاجة شبيهة بمسلسل تركي. طيب خلينا، احنا عندنا لسه تجربتين، تجربة الرئيس عبد الناصر وتجربة الرئيس السيسي فيما بعد 2013، يعني نروح لهم ولكن بعد هذا الفصل. فاصل ونعود لاستكمال توثيق هذه الشهادة للأستاذ الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بكم من جديد، نستكمل سويا تسجيل وتوثيق هذه الشهادة على الشخصية المصرية للأستاذ الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك. إحنا كده يعني كلمنا عن تجربة محمد علي، وكلمنا عن تجربة إسماعيل، تجربة الرئيس عبد الناصر في علاقته مع الشعب المصري كيف ترى؟ تجربة الرئيس جمال عبد الناصر في الحقيقة من التجارب الهامة جدا في التاريخ المصري، ومن التجارب المثيرة للجدل حتى الآن، وأتصور أنها هتستمر بهذا الشكل لفترة إلى أن نستطيع تغيير نظرتنا إلى تاريخنا وإلى حكامنا، إلى أنه ما فيش حاجة أبيض وما فيش حاجة أسود. يعني حتى الآن مثلا في ندوات البعض يقول لي يعني هو جمال عبد الناصر كان حلو ولا وحش؟ طب أرد أقول له إيه؟ ما هو يعني ما فيش حاجة اسمها حلو ووحش، في إيجابيات وفي سلبيات، تجربة بشرية في النهاية. بالضبط بالضبط، والمؤثرات فيها
اكتر من المؤثرات في التجارب البشريه العاديه. بالظبط، لان نتيجه تعقد المساله ونتيجه المؤثرات الداخليه والخارجيه ونتيجه تركيبه الشخصيه يعني والزمن اللي بيحصل فيه اللي موجود فيه الرئيس او الزعيم او الحدث التاريخي نفسه. لكن الجدل في الحقيقه مصار بشكل رهيب جدا. من يحب عبد الناصر يتصور ان اي نقد للتجربه الناصريه كفر، كفر، مع ان اول واحد نقد التجربه الناصريه كان عبد الناصر نفسه. يعني ثروت عكاشه وزير الثقافه الشهير والاشهر في عصر عبد الناصر في مذكراته كاتب ان في اجتماع لمجلس الوزراء بعد هزيمه 67 عبد الناصر قال بصراحه ليهم التجربه قد تبين لنا ان التجربه قد فشلت وعلينا ان نبدا من جديد. صراحه بالشكل ده نبدا من جديد ونعيد او نبني شكل اخر او مؤسسات اخرى. قالها صراحه، وده في الحقيقه جراه بشكل كبير. في نفس الوقت الجلسات اللي عقدها نفسها بعد 67 بالظبط وكانت فيها حوارات كتيره جدا وكان بيسمع بيسمع نقد تجربته بنفسه وموقفه من مظاهرات الشباب في 68 مختلف مختلف تماما. يعني وبيان 30 مارس اللي طلعه في محاولة لإحتواء هذه المظاهرات وهذه الأزمة، وفي نص على بيان 30 مارس من أكتر من نقطة يمكن مش فاكر 10 ولا إيه، منها إعداد دستور دائم للبلاد اللي هو طلع بعد كده دستور 71 بالمناسبة. فيعني كان في خطوات للإصلاح. فعبد الناصر في الحقيقة هو أكتر من وجه. يعني فكرة الحكم على عبد الناصر على إنه حاجة واحدة كده في الحقيقة ده خطأ، لكن عبد الناصر مراحل، وعبد الناصر كان بيتعلم كمان من مراحل بيختلف. بعض الناس شايفين إنه الناصريين يعني أو الذين ساروا على نهج عبد الناصر وسموا نفسهم بالناصريين بيمثلوا في بقدر كبير عبء على عبد الناصر. هل توافقني في ده؟ اتجاه بعض الاتجاهات الناصريه. يعني في ناصريين بيتقبلوا وبيستطيعوا نقد الفكره الناصريه، لكن في ناصريين كمان مع تقلص حجم الناصريين والاحزاب الناصريه حتى على في مستوى العالم العربي بشكل كبير، وتقلص اتباع واكثر عنفا في الدفاع عن الفكره. بيبقى اكثر عنفا لانه بيعتبروا ان ده ضياع للتاريخ، بينما زي ما قلت لحضرتك عبد الناصر هو نقد نفسه بشكل. على الجانب الاخر بقى بعض الناس التي لا ترى في عبد الناصر غير الدكتاتور والذي سجن الناس كلها والذي دفع بمصر الى الهزائم والذي قضى على الاخوان والشيوعي. جميل، بس يعني مش دي صوره دراميه يعني سوداء لل غير واقعيه يعني حتى غير واقعية. غير منطقيه. ففي الحقيقه احنا واقعين تحت تاثير العواطف بشكل كبير جدا وتحت تاثير تخاطف التاريخ، يعني خطف التاريخ من كل جانب. يعني عبد الناصر لم يكن بمثل هذه السوء، والا الناس ما كانتش بكت عليه لما مات. لما مات، وكمان ما كانتش خرجت في 19 يونيو لما تنحى ترفض. وفي الحقيقه كان تفويض جديد لعبد الناصر وميلاد جديد لعبد الناصر، ان لا ما تسيبناش في اللحظه دي. لدرجه ان حتى في النكت اللي طلعت كانت في اغنيه عبد الحليم حافظ اللي شبكنا يخلصنا. فتعرف الشعب المصري برضو يحب يطلع النكت على 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 حكامه من زمان. والحاكم لازم يتقبل ده. صحيح. يعني والا يعني حتى عبد الناصر كان بيتقبلها والسادات كان يتقبل يعني يتقبلها احيانا، يعني ده جزء من تركيبه الحاكم انه لابد ان يتقبل ذلك، والا هو بيحكم شعب ساخر بطبيعته. بالظبط. يعني بالظبط. وهو نفسه يعني اقول لحضرتك على حاجه، انا يعني يمكن في سياق الكلام يعني حتى انا كنت شايف انه كتير مهتمين بالتنكيت المصريين على حكامهم. فانا جيت عملت تنكيت الرؤساء. يعني عملت كتاب عن
انه ازاي الرؤساء بيتداولوا وبيتناولوا النكتة وينكتوا ازاي. الشعب المصري اذا ما كانش حاكمه دمه خفيف هينكت عليه وما يتقبلوش بالمناسبة. بالمناسبة بشكل طب لو انا جيت لنقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالعمود الفقري لهذه الشهادة يعني وهو الشخصية المصرية. هل اضرت تجربة عبد الناصر الشخصية المصرية فجعلتها شخصية اتكالية، بمعنى انه وصلنا لمرحلة انه المواطن شايف ان الحكومة هي ماما وبابا وانور وجدي ومعتمد عليها اعتماد كلي. هل من تجليات التجربة صارت هذا يعني تركت هذا الاثر السلبي؟ ده كان خطأ فعلا. يعني فكرة الاتكالية على الحكومة وعلى ان الرئيس هو الذي يعمل كل شيء. في الحقيقة ده أضر عبد الناصر نفسه بالمناسبة، وأضر التجربة، وأضر العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأثر في الشخصية المصرية بشكل كبير. يعني فكرة أن أنت هتعين كل المصريين في وظائف حكومية جميل، بس هل أنت هتقدر تستمر فيها؟ أنت بعد كده ما قدرتش. صحيح. فبقت أزمة كبيرة جدا في الحقيقة. دي كانت مشكلة كبيرة، يعني كان في شبه تفويض كده بين الحاكم والمحكومين. الحاكم بيقول للمحكومين ما لكوش دعوة بالسياسة وأنا هأكلكم وأشربكم. صحيح. ده في الحقيقة مش أسلوب حكم أو مش وسيلة حكم، وده أضر بالتجربة النصرية في الحقيقة. ويمكن عبد الناصر حس بهذه المشكله بعد برضه 67، نتيجه المشاكل اللي حصلت في الاقتصاد المصري ونتيجه العالم الجديد ونتيجه انهيار التجربه ونتيجه التفويض الثاني اللي خده من المصريين بعد 19، فابتدى يعيد النظر لدرجه ان كل المقربين منه قالوا انه في الاجتماعات الخاصه قال انا هرجع الاحزاب مرة أخرى. هرجع الأحزاب. هرجع الأحزاب. وكانت فكرة إقامة تنظيم طليعي سري، إن ده ممكن بعد كده يبقى حزب الثورة بعد كده. وكان وفكرة المنابر اللي طلعها السادات في الحقيقة هي 77 كانت جذورها عند عبد الناصر. جذورها عند عبد الناصر، يعني بعد 67 كل المقربين قالوا عبد الناصر قال هنعمل أحزاب، بس لازم يبقى في حزب رئيسي حزب الثورة، ممكن أحزاب تانية، الحياة لازم تتغير. فأنا أتصور إن لو كان العمر امتد بعبد الناصر بعد 70 والموت المفاجئة ليه وهو في سن 52 سنة، أتصور إن احنا كنا هنشاهد عبد الناصر آخر. يعني بفعل التجربة بعد 67 طبعا عبد الناصر اللي فكر في الأحزاب وعودة الأحزاب مرة أخرى بشكل وعودة حياة سياسية حقيقية. وعبد الناصر اللي قبل مبادرة روجرز وفتح مع أمريكا قناة. صحيح. عبد الناصر حتى اللي فكر في السلام، وأحمد حمروش وخالد محي الدين عملوا سنة 68 قنوات اتصال مع اليسار الإسرائيلي في محاولة لكسر جمود فكرة السلام. وطبعا كان عبد الناصر الناصرين لما بيسمعوا الكلام ده بيزعلوا قوي. لا 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 خالص، بس انت بتتكلم في التاريخ يعني الوقائع. بالمناسبه عبد الناصر في 54 55 كانت في قناه مفتوحه عن طريق الامريكان لاقامه سلام مع اسرائيل، لان امريكا في الوقت ده كانت العلاقه حسنه جدا مع عبد الناصر. يعني كتير من الناس ما تعرفش ان علاقه عبد الناصر ب لحد الاسلحه الشيكيه. وبالمناسبه رجعت العلاقات حسنه بين عبد الناصر وامريكا في فتره من الستينات، والمعونه الامريكيه كانت بتيجي وتتوزع على طلاب المدارس اللي هي العيش الفينو الكبير او ده توست ولا بيسموه ايه، والجبنه والبتاع في فترات معينه. ثم ساءت مع جونسون الرئيس الامريكي جونسون. فعبد الناصر ما كانش شيوعي كما يريد البعض تصويره،
وخاصة الإخوان بيصوروا أنه عن الشيوعي البتاع. ما كانش شيوعي، بالعكس كان ضد الشيوعية بالمناسبة وحبس الشيوعيين. ما كانش مع الاتحاد السوفيتي ولا ما كانش ولا كان ولا مع الأمريكان. هو مصري، مشروع هو مصري، مصري وبيدور على الأفضل. كان مع معاهدة سلام لكن توقفت معاهدة السلام نتيجة أن إسرائيل ضربتها، ضربت الفكرة نفسها بالعدوان على ده. طيب لو خدت حضرتك لتقييم بقى التجربة بعد 2013، اسمح لي أن ننظر لتجربة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه بمنطق التاريخ الساخن يعني أو التاريخ صحيح. الحاضر، بس بنقاط يمكن هنرصدها من التجارب السابقة. أنه عندي رئيس مستدعى كما تم استدعاء محمد علي. الحاجة التانية انه نظرية المستبد العادل اللي عملها الامام محمد عبده، حضرتك اشرت انها بتبقى موجودة في لحظات يعني الازمات التحولات الكبيرة والتحولات. ثم انه على خلاف رئيس عبد الناصر في عقد الاجتماعي، انه كانت المواطن بيعتمد اعتماد كلي على الحكومة وعلى الرئيس، فاذا بنا ده معد اجتماعي جديد انه الكل يعمل والكل يشارك. ثم في نقطة مهمة جدا، التصالح مع الماضي. يعني احنا قدام رئيس قام برد الاعتبار لعدد كبير جدا من الشخصيات اللي شارك في التاريخ المصري، فاذا كان في هناك ما بين عبد الناصر ومحمد نجيب شيء، فهو يكرم عبد الناصر ويكرم محمد نجيب ويكرم السادات واستاذ يوسف صديق وغيره. كيف تقرأ المشهد في ضوء هذه النقاط؟ في الحقيقة ما حدث في مصر سواء في 2011 أو في 2013 يحدث في قرون. في الحقيقة 25 يناير و 30 يونيو أحداث زلزلت ليس فقط مصر وإنما المنطقة العربية كلها، وكانت لها حتى انعكاسات على الأحداث العالمية بشكل كبير. وبالتالي هي كانت فترة صعبة جدا، يعني عندما يأتي الوقت للتاريخ فعلا ديها فترة من أهم الفترات ومن أصعب الفترات التي مرت بها مصر حية. والدولة المركزية في مصر كادت أن تنهار، كادت أن تنهار في الفترة دي، في الفترة دي. وزي ما قلت لحضرتك في لما كنا نتكلم على محمد علي وحتى تاريخ مصر الفرعوني، المصري عنده حساسية شديدة تجاه فكرة انهيار الدولة المركزية. ويمكن جزء كبير من أسباب تماسك مصر وإن الضريبة اللي دفعتها نتيجة الثورات اللي قامت بها كانت أقل، أو الفاتورة كانت أقل مقارنة بدول مجاورة لنا، جزء أساسي فيها فكرة الدولة المركزية. الدولة المركزية وحرص المصري على بقاء الدولة المركزية وتمسكها، ثم مؤسسات الدولة المركزية نفسها وقدرتها على إعادة ربط الدولة وإعادة نقول إيه تربيط مفاصل الدولة المصرية بشكل كبير. وده اللي حصل في 2013. عشان كده بلا أي مجاملة الرئيس السيسي طبعا جيب تفويض من الشعب المصري بعد 2018 كمستدعى لهذه المهمة. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا.
مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. الحفاظ على الدولة المركزية والاستقرار، وده كان شيء مطلب أساسي، لأن مصر من أيام الفراعنة حتى الآن أول شيء الدولة المركزية والاستقرار، وبعد كده أعمل أي حاجة. بعد كده أعمل أي حاجة تانية. نتفهم في أي تفاصيل. نتفهم في أي حاجة تانية. عشان كده ما أقدرش أفهم ما حدث بعد 2013 إلا في هذا الإطار في الحقيقة. ووصول الرئيس السيسي وتفويض الشعب المصري لي واستدعاءه لي كان من أجل الحفاظ على الدولة المركزية واستقرار الدولة المركزية. طب الفكرة بتاعت المصالحات مع الماضي، يعني يمكن حضرتك بتقول انه احنا التاريخ تعرض لاهتراءات كثيرة جدا لانه الحاكم بيجي بيلغي ما كان موجود، تحتفل في ثورة 23 يوليو ثم اصبح تحتفل به 15 مايو ثم بعد ذلك اختفت 15 مايو. احنا لقينا مسلك انه في حالة مصالحة مع الجميع ونظرة الى انه هما ما اخفقوش، هي دي كانت ظروفهم، يعني حتى لما بيتكلم على مشروعات اتأخرت او قرارات اتأخرت لا يلوم احد ولا يتهم احد ولا يبني شرعيته على هدم شرعية الاخرين. يعني برضو كيف ترى هذا التصرف او هذا التعامل من نظرة حضرتك كمؤرخ؟ الرئيس السيسي جاي من مشروعية حكم مختلفة عن ما قبله. لو جينا للرئيس عبد الناصر جاي من مشروعية ثورة 23 يوليو. الرئيس السادات جاي من مشروعية ثورة 23 يوليو و 15 مايو بالنسبة له. الرئيس مبارك جاي من مشروعية هو وريث ثورة 23 يوليو بشكل ما، لأنه كان نائب الرئيس السادات وهو من الناحية العمرية حتى هو أقرب للرئيس السادات، وطبعا مشروعية حرب أكتوبر إلى حد كبير. الرئيس السيسي في الحقيقة بيستمد مشروعيته من 25 يناير و 30 يونيو بشكل كبير جدا من الحدثين مع بعض. الحدثين من 25 يناير الجيش المصري وموقفه في الحفاظ على الدولة المصرية بعد 25 يناير من خلال المجلس العسكري، ثم 30 يونيو والجيش المصري مرة أخرى يعود إلى الحفاظ والانحياز للشعب والحفاظ على الدولة المركزية. فهنا مشروعية الرئيس السيسي جاية من 25 يناير ومقام بالجيش المصري في خلال فترة، ثم الحدث الكبير في الحقيقة 30 يونيو وانحياز الجيش المصري للشعب. فبالتالي الرئيس السيسي جاي مش محمل بأعباء التاريخ وأعباء الماضي، ومن هنا ما عندوش مشاكل مع الماضي. هو جاي بمشروعية جديدة، ومن هنا فكرة التصالح مع، يعني لو حضرتك تلاحظ كان دايما عبد الناصر في خطبه يهاجم العهد البائد والطاغوت، والسادات كان ساب الناس تهاجم عبد الناصر عبد الناصر والبتاع. مبارك كان سكت عن مهاجمة عبد الناصر والسادات بالظبط. الرئيس السيسي جيل جديد حتى من الناحية العمرية مختلف عن الحكام الباقيين.
ثم مشروعية حكمه جاية من 25 يناير 30 يونيو، وبالتالي هو هنا ما عندوش أي مشاكل مع الماضي. عشان كده تصالحه مثلا مع يعني محمد نجيب، مع اسم محمد نجيب، في قاعدة عسكرية كبيرة باسم محمد نجيب بالظبط، ما عندوش أي مشكلة ويتكلم عن محمد نجيب أو كده، أو حتى مثلا يوسف صديق. ده الناس، أنا أزعم إن 99% من الشعب المصري كان ناسي هو مين يوسف صديق أصلا، بالظبط، رغم دوره المهم في 23 يونيو، وهو أحد الضباط الأحرار، لكن أعاد لي الاعتبار بما إنه هو أحد رموز التاريخ المصري. وأتصور إنه ما كانش عند الرئيس السيسي أي مشاكل مع محمد علي أو مع إسماعيل أو فهو صحيح. جاي من منطقة تانية ومن عصر تاني ومن مشروعية تانية. يعني بشكر حضرتك جدا أستاذ دكتور محمد عفيفي، أستاذ تاريخ الحديث والمعاصر، كنت معانا في الشاهد. شكرا لحضرتك. أنا البشكر. وشكرا لكم.